السلام عليكم، بلش بحال هذا السؤال. هذا السؤال فيه تريك لكن بسيط جدا. بحكي لي كولر A and B، أنا أقول fixed right angle، يعني في عندي هذول ثابتين، عندي الـ A والـ B بيتحركوا بطول حبل طوله L. تمام، يوجد تسارع A X، يعني A B فعليا هذا A X اقتران بدلالة Y، اقتران بدلالة Y، يعني بس بده دلالة Y، يعني أنا ما بدي أشوف ولا إشي غير الـ Y أو الـ L. يعني إذا تسارع أي معطى يساوي زيرو، أو يعني هو مش تسارع أي معطى، تأكد إنه في أي constant velocity، constant velocity يعني التسارع زيرو، يعني التسارع زيرو. يلا شو بعمل؟ طول الحبل L، لو حكيت هذا الطول L وهذا الطول X وهذا Y، شو بده اقتران دلالة Y؟ يلا X Y و L، يلا L تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع. يلا اشتق المعادلة، ال تربيع ما هي 2 ال في 0، يعني 0 مشتقة ال ثابت 0، 2 اكس في اكس دوت، يعني انا بشتق، انا بالنسبه للاكس والواي بتحركوا، فبالتالي مشتقتهم في سرعه او مشتقه السرعه تسارع، زائد 2 واي في واي دوت، هاي المشتقه الاولى. المشتقه الثانيه نفس الشيء، اشتق بس الاثنين الاثنين طيرها مع الاثنين. يلا شو بدها تساوي؟ الأول في مشتقة الثاني، شو مشتقة الثاني؟ x double dot زائد الثاني في مشتقة الأول، يعني x dot في x dot يعني تربيع، x dot ضرب x dot زائد الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. تمام 100%. هسه شو بعمل؟ y double dot zero، ليش؟ لأنه الحركة على y قال لي إنها تسارعها zero، فشو ضل بالمعادلة؟ ضل بالمعادلة هذا الحكي. طيب هو حكى لي بدي اقتران دلالة واي، يعني أنا بالحال كامل ما بدي أشوف ولا إشي على إكس. يلا شو بحكي؟ بحكي زيرو بدها تساوي الإكس، إيش هي الإكس؟ الجذر التربيعي لإل تربيع ناقص واي تربيع، هي ما هي إذا إكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي إل تربيع، إذا إل تربيع ناقص واي تربيع بتعطيني إكس تربيع، صح ولا لا؟ صح، أنا هون إكس فباخذ الجذر. ضرب الإكس دبل دوت، x double dot اللي هي a b اللي بده اياها a x يعني، زائد x double dot او ال x dot تربيع. شو ال x dot؟ ال x dot هيها، شو قانونها؟ سالب y في y dot على y، على x قصدي، على x، فبالتالي عوضها مربعة، شو بتصير عندي؟ y تربيع ضرب y dot تربيع على x تربيع، قديش x تربيع اللي هي y تربيع ناقص l تربيع، يلا زائد y دبل دوت تربيع اللي هي vb تربيع، يعني عادي vb تكون موطأة. تمام، فايش انا عندي؟ بنلاحظ بالسؤال كامل ما عندي ولا x، هي مش x، هي ضرب، وهي ضرب، اظن ما عندي ولا x، فبكون كان بالسؤال اونلاين نعطيك if vb كذا l كذا y كذا، طبعا ال y dot one نفسها v b، ايش طلع ال x، هذا اللي صار بالاونلاين. طيب افرض جاكم بالكويز ممكن يعطيني معطى ثاني، شو يعني؟ يعطيني a x ويطلب v b، شو بده يفرق معي؟ نعوض بالقانون نفسه، فالقانون النهائي هو هذا، بعد التبسيط النهائي هو هذا، اول شيء x تربيع زائد y تربيع هو ال تربيع، اموري تمام، x x dot زائد y y dot أموري تمام، اشتق مرة ثانية x dot تربيع تمام، x في x double dot تمام، y dot تربيع y في y double dot، طبعا هاي زيرو، هاي زيرو، صح، فا x هي x double dot يسالب x dot تربيع زائد y dot تربيع على x، 100%، هي رتب المعادلة، تتساوي آخر شيء، هاي إيش؟ اللي هي x dot تربيع، وهاي ال x، وال x إيش هي؟ ال تربيع ناقص y تربيع. ال x هاي ال تربيع ناقص y تربيع، ليش قلت 3 على 2؟ لو بكل بساطة ال x تربيع اللي هون ال x اللي هون، بس بعد ما اعمل عامل مشترك يعني سوالف كلها، وال y دوت تربيع هي v a تربيع، ال y دوت تربيع هي v a تربيع، انا شو كنت عاملها؟ v b صح؟ هاي مش v b، هاي v a، اللي على ال y a واللي على ال b x، بس هاي في اي اصلا حكالي given constant velocity، يعني في اي معي والواي معي، بدي اجيب ال بس. يعطيكم الف عافيه.